هذه صفات بس يكون رموا ساس ويلا هذا مصوم هذا المرعية ده بدل كرب هذا وحوي مصر بالكليه حوي سوق القلوعة ما دريت وصعد أسوي وحوي سوق القلوعة أنا متكلم جوا وحوي سوق القلوعة أنا جيسنا وحوي بوداف جيسنا وحوي بوداف وهم مرعية ده بدل أي بحية وهم مرعى وهم لون بحية ينقرنا بحسن مرعى قلدي كعرفته مرعى أنا كبير مرعى قلدي كعرفته مرعى أنا كبير مركز سميت مركز عايا أسأل رع عايا كم إنه قصوا بيرا الله خلاص وأنا اسمه مال وحدنت مال وضطع ضد مال وضطع مركز مركز قول تدخل حسود جيان هنا اسكسه الجيدا مريكا كم يا وحي سمي يا مركي أي فرق هنا يعني أي كد دونا ربع ربع استبقى الدون كان ربع وقف سمي مو خلاص جراع يسوى ماشي يا خلاص جديد يسوى الدون ربع وقف سمي خلاص تاجر تخرج من غاية مركز خلاص ربع يكبر قبلي هذا واحد رمى مركي ماشي دمبسك اللي قدره إن اللي جاي ده هذا غرادي يعني على يكو غرية ده ما شاء الله أساس مود من اللي هوش المقال يسوى وكوس حنتي يعني دو اللي ليه مركوا عالم يسرع يا مرك عالم كوا أول ضيع كوا غرية مود إحنا ما استعمال غربيين ترى بحر هاي كمل إن إسلام كا ماشي رمى إن العراق يعني هذا كذا كذا عدوك الدون كل غرية غرية يكون ربي يبغى يسمع مود مركز مركي اللي بروش هذا توارد هذا أكبر مركز اللي قبل وادي دي متاحفتي دي كل تراث كي دي لبر الغيس تاريخ دي إسلام كور نبقى نحن دي أهل الدوغي فهذا العالي إلي كنا بيسكوه رعسين مركز بيسكوه رعسين إلا بالبرشي أول الله يقبل أحوال إلي دخل بالمدل العجي سرق المدل وأحصد أنا مكت وكل أي نهان يعني نمور بين تواصل مكتك سيد اللود اللي متشهد سكوه لازم لازم سكوه لازم سكوه نمور بحر الرعام مسار هذا هذا شو هولا بوطال هذا عالم كبر كساس اللي هرت يعني هدرت ساس وكان يطلع يكنا لوسبي إن الإسلام كبر بريا لا إسلام مدوها مدوها قالت أنا مدوها إسلام كوا عن نبي يروهم يد على من سواهما مركز واحد عالم في سكان دي الحياة إن بارك إيش يا جاي يكو إسلام في متلية وحنا لوسبي إن الإسلام كبر بريا ما كوا الدين تيول الدنيا والدنيا إلا شر في قف مسلم يقول لا إله إلا الله يقول له جورعي يقول له دليل حسنا مدينة الإسلام كشيء لا إله إلا الله وحيه تين بيج إلى لين يس أو إلى لين يس النفط أو مالك إلى لين يس أو قف من حرم مكة يوم غني مركو لا إله إلا الله ذلك كلمة ذاس حرم يوم غني أصلا لون دواك هل كاسة إلى عيسى يا فمن غارها عصم مني دمه وماله وعرضه يا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني دمه وماله وعرضه كمان وحال يا مرينا ضدك لدك على ما انت لا اله الا الله قضايا مركا دهانا وإلى اسكك الى ليال كلمة هذه مركا وحي عاصمة ديالها وكلمة عاصمة كلمة دورة يسواي وحوى الفقف الى ليس مال كاك لكم قدوك نفط هذا لكم قدوك حوالها قال له مقدوك مركا صادر هذا لا اله الا الله سيد قليا وقال 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 ما في مادي عن تقول مردات كإسلام قال لما يرى أسامة مركو لين كدين نبي محو كير وأني قال هذا أسو نيس حبي لك عن كجر أسأل لبن العيسى مركو أسو جيت هاس قال مركو أسو يعني مركو جيت مركو هاس قال أيو لا إله إلا الله مركو أسأل سالك كجوكس واحد يرى أسامة سوك كدين مركو نبي الله شابه حير أغتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ورمدش مركو لا إله إلا الله يرك بعد مرك الله في سوق سواق دار سنة سيفا على الكل أركب يراس قعد قدر سنة مرك هذا النبي قعد إيش أقتلت وبعد ما قال لا إله إلا الله والمدش لا إله إلا الله مرك يراه بعد سوق على العلم يا وحي روسا وعن ثمانية ما نمت صفاء وسمين لا يفرق ووح الله وحي الإسلام أنصه سمين لا يقدمه وما أنت عن الإسلام تاسع ثمانية بقى سوق إلا يقول الله ما هذا لا يفرق وح سود قال وح سود عبادي سمين وح الله وح صور أمر ما قدره سيدنا النبي هو أكي يا رداس مالك الكلمة لا إله إلا الله قيمه سيئة لسأل هذا إلهي أرتي سبرد يا باتي ماذا أيضا كل الدواء دي لا إله إلا الله عامدا مالك إسلام ترين أي واحد يسميه ترين مالك قول حدي ترين الشهادة آسي دي الشهادة عام يوها كاس كان مدو حال إن شيء ما يانو لحاجة مالك تي ألا وريا للشيخة إن شيء مساجنا بدوك النبي مركز المساجد مركز لغة صوب حصلاتي لغة صوب عبنا قالوا مرها يعلى دي جاد وساس الحياة المساجد دي كي نين كسي بحي وقبيه إلا أنا أول يا رتك تك 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 سويرو
kamarka ilaada tii kale saas u gashan lahayd oo halkaas ba bilaabay xabad arraasa oo kale jeer waa dhacay laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah sawale oo dhacay markau dhacay akiin baa la qabtay maqaaliy markaas wuxuu leeyay idaaya qadamka ilaahay baa tiyey markaas allahu akbar walilaahi alxamdu allahu akbar walilaahi alxamdu uu leeyay fiiri dhiig muslima daadiyo naftiya ka socota aas ilaahay ugu xamdi noqay ya ilaah haween ma hadal iskale haddaan midkaa dilay waa mid laa ilaaha ila allah wa tawxiiday markaasuu yihi allahu akbar walilaahi alxamd ilaah haween ma hadna asaga iskale marka dhiig muslim korkiisa in laga xamdi noqo korkiisa oo la yidhaha ilaahay waafajiyey taas dembigay leeda fiir halkaasay hadda marsiinaya dad meeshaasay marsi inay ka xamdi noqaan korkiisa qof inta dilaan muslimkaayo laa ilaaha ila allahu dhahay inay dhahaan alxamdu lilahi rabbilcaalamiin mahad ilaah iska ya balse alxamdi iyo hataa laftiisa meesha la aadan fiir marka dadka noocaasa ilaahay inuu ka dahiro soomaaliya waa in loo duceeya aad iyo aad oo meel walba la joogo ilaahay loo baryo dhibkaas iyo shidadaas ilaahay inuu ka bixiyo soomaaliya in ilaahay loo baryo taasaan aad iyo aad isugu adkaynayna waa in la tashaduxo adkaartii iyo salawaadkii iyo mashaayikhdu ay aad iyo aad nagu qaadaan shaaxas ayaa allah ku sii hayay qasaa'idii iyo salawaadkaa naloo qaada sheekh aad iyo aad weliba si yacni aad iyo aad yacni ku faraysano inaan laga haga jabno aga dhowr jeer qasaa'idii